مباشرة. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع طبعاً. علي ننتقل ل مهم جداً ترى مع الدكتور عايد القحطاني أستاذ السمنة والمناظير بجامعة الملك سعود. أهلاً وسهلاً دكتور، شكراً لوجودك معنا في الام بي سي في أسبوع. يعني ما شاء الله هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي تهم المجتمع الخليجي قاطبة، وللأسف أنه معدلات السمنة ما أبغى أقول ذا الكلمة لأنه ملينا حتى من ترديدها يا دكتور، لكن معدلات السمنة ضربت ناقوس الخطر، رغم أنه بعض الناس يقولون لا هي ضمن المعدلات الاعتيادية. طيب أنا معلش لأني الصوت شوية فقدته في الآونة الأخيرة، بس أولا شكرا لك أخوي علي وعلا، أنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم، وأنتم ما شاء الله دائما مبدعين، وأنتم روح البرنامج وجماله دائما يعني. الله يسعدك. خلينا نقاط معينة بالنسبة لما جاء في التقرير، وأيضا مفهوم السمنة، وأيضا الأفكار الخاطئة عندنا كثير. أنا ما أحب ألوم الآخرين، وأنا أقوله دائما يعني اللي يفشل، وهذول الناس اللي يسمعونا الآن، إذا تفشل في وزنك أو أنك ما تقدر تنجح في الحمية أو في الرياضة، جانب كبير مش لك أنت، مو سببك، ما في داعي نلوم الناس ونقول أنت والله، لأنه فعلا حتى الأسر شو أطفالهم ولا الناس في أحد أفراد الأسرة ما نزل وزنه، أنت ما تسمع الكلام، أنت أصلا أكلك غريب، أنت صحيح أنه هذا جزء من الصحة، ولكن في الواقع البيئة هي العامل الرئيسي. أجريت بعض الدراسات لتبحث مفهوم الآخرين عن السمنة. كثير من الناس المجتمع 50% يتوقعون أنها جينات، وهذا مو صحيح، وجزء آخر يتوقع أنها فقط تغذية وغذاء، وهذا لوحده مو صحيح. لا، إحنا نجد أن حمية ورياضة، ولكن القابلية الجينية موجودة عندنا كلنا، وأهم من هذا كله هو البيئة اللي أنت فيها وعايش فيها، هي اللي فعلا بتأثر. فإذا فشلت أنت كشخص اللي أنت بتسوي حمية في الأسرة، ليس أنت السبب، ولا يعني ما في داعي لومك أنك أنت السبب الرئيس لأنك ما التزمت في هذه الحمية، لأن أمامك بيئة كبيرة مقاومة لنزول الوزن. بالنسبة للسمنة نعم هي وباء عصر، وما شاء الله مرتفعة بشكل كبير. وبالنسبة للحلول أنا أتفق ما جاء في التقرير، صحيح نتدرج في الحل، بس ما في داعي نترك ناس. أنا بشوف ناس والله يا أخوي علي وأنتوا شركاء وأخت على علا، كنتوا شركاء في حالات يعني لا تستطيع الحركة، ولا تستطيع مثلا عمل أي، يعني تجد أن النوم ينامون جالسين مثلا بسبب اختناق أثناء النوم، والضغط والسكر وما إلى ذلك، وننتظر هذه الفئات من الناس اللي فعلا عندهم مشكلة كبيرة في حياتهم، يعني حياتهم مهددة بالوفاة لا سمح الله، ونقول لهم انتظروا على حمية ورياضة. مستحيل. صحيح صحيح. مستحيل نعم، مستحيل ان ننجح مع هؤلاء. طيب هنا السؤال، انه علينا مسؤوليات بالضبط، انه هنا السؤال انه متى يلجأ الشخص الى عمليات قص المعدة، العمليات هذه الكبيرة التي تؤثر على حياة الشخص في بقية حياته. يعني انا بعرف حالة مرت في حالة اكتئاب من وزن 60 كيلو خلال اشهر، يعني اقل من 3-4 أشهر صار وزن هذه الصبية فوق ال 120 كيلو، ما قدرت تتحمل شكلها، قامت بعملية قص معدة، ولليوم البنت بتعاني من هذه العملية وآثار هذه العملية. اليوم الأشخاص صاروا يستسهلوا موضوع قص المعدة، يعني بسبب حالة نفسية عم بيعيشوها، كلام الناس، ما تقبلوا شكلهم أو وزنهم اللي زاد فجأة. هنا سؤالي، متى تكون فعلا عمليات التكميم أو تحويل المسار هي الأنجح والأفضل لأي شخص؟ في ممتاز، هذا سؤال وجيه أخت علا، ناحيتين رئيسية. أولا في أرقام عالمية معروفة، أنه نقول والله عندنا بار معين وعندنا ليفل معين ما نتجاوزه وما ننزل تحته ولازم نحقق، وهو زاد وزنك عن 30 كيلو جرام وزنك الطبيعي، وإحنا دائما نقول نكرر الناس عش كيف تحسب وزنك الطبيعي، شيل 100 من طولك يطلع وزنك المثالي، زاد عندك 30 كيلو، هنا أنت دخلت خانة العمليات. طيب هل أسوي العملية على طول؟ لا، يبدأ تفكر في العمليات، تأخذ البرنامج اللي تكلمنا عليه. طيب أنا عندي سكر، وهذه ممكن من النقطة اللي كثير من الأسئلة على تويتر وعلى السوشيال ميديا عليها. أنا عندي سكر وعندي ضغط مثلا، أو حتى سكر فقط، وعندي سمنة 30 كيلو أو حتى 25 كيلو، وحاولت نوعا ما في الحمية والرياضة 6 شهور 3 شهور وما نجحت، أنتظر إيش أسوي؟ لا، سوي عملية. أنا بقول لك الآن
وانه كون شخص ما حصلت له مضاعفات او حصلت له لا تمنع ابدا من ان نلجأ العمليات. اي علاج ان شاء الله، اي دواء في حياتنا، البنادول له مضاعفات، الانسولين له مضاعفات، لكننا ناخذه بتقنين وناخذه عندما نحتاجه. فاحنا بنتكلم على العمليات تلجأ لها انت كشخص اذا وزنك زايد عن 30 كيلو او عندك سكر وضغط من الدرجه، طبعا سكر من النوع الثاني اللي له علاقه بالسمنه، صحيح. وضغط وكوليسترول، وجدت انك حاولت محاولات معينه مثلا انقاص الوزن 3 شهور 4 شهور ببرامج معينه وما نجحت، وما في داعي لومك، لانه 90% للاسف من اللي يسوون حميه ورياضه ما ينجحون. واحنا نعرف الامثله في اسرتنا وفي حياتنا اليوميه واللي في مجتمعنا، انه سوى حميه 10 كيلو ورجع له 15 كيلو، سوى حميه 5 كيلو ورجع له 10 كيلو، هذه تجارب معروفه عالميا ومحليا. فاذا احنا ما نلوم الناس، نقول اوكي سوي حميه. الناس كلها دكتور قاعده بتحاول تنحف من خلال بيشربوا فقط سوائل معينه على مدار مثلا شهر، بس بتكون من الشوربه او شيء ثاني، بتكون جاهزه، علب جاهزه يعني، فقط بيعدوها في البيت. هذه اللي نسميها بالضبط، نسميها الحميات اللي غير صحيه وغير متوازنه، بالانس دايت. لازم حمياتك تكون متوازنه. فاحنا انت بتشوفين اخت علا تشوفين ايش لما نتكلم على حميه، نتكلم على حميه نسميها سوبرفايزد، يعني حميه منصوحه باخصائي تغذيه او بطبيب متخصص، اعطاك البرنامج، تابعك، انت تابعت معاه، وجاك في نهايه المطاف واعطاك اسباب الفشل. اسباب الفشل في العاده ايش هي؟ اسباب الفشل انك انت بتسوي حميه في البيت ومعاك 10 اشخاص بياكلون على كيفهم. اسباب الفشل اني انا في المدينه ما شاء الله باكل، بسوي اسبوعين حميه وبعدين بنعزم برا ولا مع زملائي ولا بطلع وكلها كبسات وما شاء الله واكلات حلوه. باسباب الفشل في مدينه مثلا، بالضبط في مدينه مثلا ما في مسارات، ما في رياضه. من اسباب الفشل دكتور عايض ان كثره الفتاوى، يعني احنا كنا نعاني قبل الفتاوى في الدين، الان اصبح كثره الفتاوى لدينا ايضا في مساله الطب والصحه. كل يفتي، كل يفهم، كل لديه بالضبط. خبرة، وكل يعطيك ما لديه بالضبط. أنا سؤالي الآن ما هو بالضبط. بس مسألة الفتاوى الطبية أو مسألة النصائح الطبية، الآن سؤالي ما هو الضابط؟ أنا إنسان أبغى أتبع حمية، بدين سمين غير بدين غير سمين، أعاني من مشكلة صحية متزامنة مع السمنة أو لا أعاني، ما هو الضابط الذي يحدد لي مسار حميتي أو الجانب الرياضي أو الجانب الطبي التدخل الجراحي؟ من الذي يحدد لي؟ هذا هو سؤالي. سؤالك وجيه أخوي علي، وانظر إلى إحصائية نشرتها مجلة أمريكية حديثا، سألوا الناس أنت وهم سمناء، ناس بدناء يعني وزنهم زائد، كم منهم راح لطبيب واستشارة أو واحد متخصص، يعني متخصص طبيب أو أخصائي تغذية أو ما إلى ذلك، واستشاروا في سمنته؟ 35%. 65% لم يستشيروا أحد واستمعوا للفتاوي اللي أنت بتكلم عنها أخوي علي. إذن إحنا في للأسف كيف أنا أحدد مساري؟ ابحث عن إنسان متخصص. كيف أعرف أنه متخصص؟ في آليات معينة سواء من الهيئة السعودية، تخصصات، ومن حقك حتى أنك تسأل عن شهادته. إذا صحيح. مش مصنف أخصائي تغذية مثلا علاجية، ما في داعي تروح له، ما في داعي تروح لواحد من كلية زراعة ولا كلية مدري إيش ما له دخل بالتغذية. أنت تتكلم على ناس متخصصين عندهم تصنيف من الهيئة السعودية أخصائي تغذية علاجية أو طبيب متخصص سمنة أو ما إلى ذلك، هنا ممكن يعطيك، لأنه من قواعد التخصص أني أنا لما أعطيك نصيحة مبنية على دراسات علمية بتقول هذا ينجح وهذا ما ينجح. أما أقول لك والله سوي لي عنب لمدة أسبوع وحيخس وزنك، أو سوي لي عصير لمدة أسبوع حيخس وزنك، طبعا حيخس وزنك بس في الأخير حيتغير الميتابوليزم والحرق عندك، والخمسة والعشرة كيلو اللي فقدتها في أسبوع أو أسبوعين حيزيدون إلى 20 كيلو، لأن الميتابوليزم عندك اضطرب وصار بشكل مختلف كليا، غير النقص اللي حيصير عندك. فإذا إحنا علشان نلخص الكلام إنه الناس يفهموننا كثير، لأنه للأسف زي ما قلت أخوي علي إنه صارت الكلام كثير والفتاوى كثيرة، والحين حتى في التقرير يعني مثلا الدكتور مانع بيقول كلام وأنا ممكن أقول كلام ربما مش نفس الكلام، يقول والله هذول كلامهم مختلف، هذا يقول سوى عمليات، هذا يقول لا سوى عمليات، علشان يفهموننا صح. يمكن الفهم عند الناس اللي بيسمعونا الآن يكون صحيح. هو أنت الحمية والرياضة لا شك ما زالت الخيار الأول، ثم يليها عدة خيارات وهي بعض الأدوية، ثم يليها البالونات، ثم بعد البالون قد نلجأ إلى عمليات جديدة اسمها عملية تكميم المعدة بدون جراحة، أو طي المعدة من الداخل، أو يسمونها الإندوسلي بالضبط، ثم يليها التكميم، ثم يليها التحوير. هذه تسلسل. طيب
أنا مين يتابعني في هذا التسلسل ومين يعطيني القرار أخذ طيب. هذا وهذا؟ أنت لازم يكون أحد مستشار لك يعطيك الخطة دكتور. من أجل أخذها خطوة خطوة. هون أنا بسألك دكتور، أنت يعني نعم. ما زلت تؤكد على أنه الحمية هي أول خطوة وأهم شيء، لكن كما ذكرت أنه عدد كتير كبير من الأشخاص لا يلتزم بهذه الحمية ويفشل فيها. ليش بنفشل في هذه الحمية؟ وأنا بصارحك على الهوى يعني أنه أنا أول الأشخاص اللي دائما بتبع حمية وما بلتزم فيها، يمكن ألتزم 10 أيام كأقصى حد، من ثم نعود يعني عدد حليمة أكبر مما عدد حليمة عادتها القديمة. إذا ليش ما هي أسباب فشل الحمية؟ ليش؟ إذا أنت علا، إذا أنت بتقولي فشلتي ما شاء الله على جسمك وشكلك يعني صحيح. فما بال الآخرين يعني، هذه مشكلة. هو كل لكن واحد خلينا نقول علا إنه شو هي أسباب الفشل يعني في الحمية؟ أسباب الفشل إنه ما شاء الله الأكل باليد بالضبط. 20 ساعة يا دكتور. يعني قبل الهوا تخربني تقولي تبغى بيتزا تبغى ما ادري عارف ايش فطاير، قلت لها لا اكلت، قال طيب عادي كل مره ثانيه، هذه من اسباب الفشل كمان. بالعكس في فضحتنا. في شيء اسمه تشيتنج دايت، انت أوكي. المفروض جسمنا لازم، انا دائما المرضى اللي بيجوني في العياده اقول مثلا اذا اعطيتك برنامج وانت طالع من الباب وتعرف انه مستحيل تلتزم فيه على المدى البعيد إيه؟ اعرف تمام انه ما راح ينجح، فبالتالي احنا نبحث عن ايش؟ نبحث عن نظام غذائي صحي سلوكي في كل البيت، المطبخ تبدأ فيه تغير كل شيء فيه بحيث أنه يكون صحي، وكل طريقة الطبخ والتحضير وما إلى ذلك. اللي معاك لازم يلتزمون باللي أنت ملتزم فيه، لكن أنا ممكن أسوي أسبوعين أو أسبوع وتجد شخص آخر يأخذ أكل أنا مستحيل ألتزم فيه على المدى البعيد. صحيح. في العمل نفس الشيء، فكل البيئة اللي حولك إذا ما تحكمت فيها بشكل جيد بس بحيث أن الناس اللي آخرين معاك يساعدوك. يعني هذه صعبة، لو نفرض أيوة زوجة يعني زوجة بتسوي حمية وزوجها ما يأكل غير رز وكبسة كل يوم ومنسف، كيف شو بتسوي؟ بتعذب يعني، هي بتطبخ وبتشوف إذا نرجع للنقطة الأخرى اللي هو 90% يفشلون وهذا السبب. فإذا البيئة هي الأساس اللي تساعدني للنجاح. طيب على طار البيئة دكتور، كويس إنك جبت طار البيئة دكتور عايض، كويس إنك جبت طار البيئة. يعني إحنا مثلا في مجتمعنا الفاست فود هو اللي ضارب عندنا أسهل ما عندنا، يعني لو أمك تطلبك أبسط الأمور من البقالة مستحيل تجيبها، بس إنك تجيب أكل وإنت جاي فاست فود هذا من أسهل ما يكون. والبرامج السوشيال نتورك الجديدة والتطبيقات ساعدت على تفاقم طلبات الفاست فود، هذه جزئية. الجزئية الثانية وهي المهمة، الأشياء الضرورية، الناس تعتقد أنه بعض الأشياء صارت ضرورية وهي أصبحت أشياء بإمكانك الاستغناء عنها بس بالعزيمة والإصرار. أمثلة المشروبات الغازية ممتاز. أمثلة مثلا الأكل بعد الساعة 8، أمثلة مثل الشوكولات وخلافه، هذه من الأشياء اللي أصبحت لدينا ضرورية وهي لا شيء. نعم، هي شوف خوي علي، عندك ثلاث بيئات أنا دائما أقولها، بيئة مدرسة وبيئة عمل وبيئة بيت، وإذا ما تحكمت فيها وبيئة مدينة، وإذا ما تحكمت فيها لن تنجح. طيب الآن حديثا الهيئة الدواء والغذاء السعودية انتهجت نهج ممتاز جدا وإن شاء الله يطبق حديثا، اللي هو السعرات الحرارية على كل شيء، كل وجبة كل غذاء أنت بتقدمه لك. فصار أنا نتمنى أتخذ القرار بناء على والله نتمنى تطبيقه. ممتاز ايوه، لان انا اروح مطعم وازيدك من الشعر بيت جدا. يعني زي لا ما خلاص صدر، زي ما انت عقبت على موضوع حياه الدواء والغذاء، كمان ايضا التعليم برضو ما قصروا، شددوا على المدارس لانه ممنوع بيع في المقاصف المشروبات الغازيه والشوكليت وغيره من الشيبسات الضاره بالصحه. تفضل كمل دكتور. ممتاز، هذه المدارس فعلا هي أساسية، والآن نسبة الأملاح ونسبة الزيوت ونسبة المهدرجة هذه خلاص صار التحكم فيها قانونيا، فالتشريعات والقوانين هي عامل مهم جدا ولازم يتحقق. ثم يليها الأمور الأخرى منا إحنا كأفراد، إن نحاول قدر الإمكان أتحكم في بيئة البيت، لأن هذه بيئتك أنت، إيش تشتري، إيش تطبخ، إيش تسوي، الناس اللي معاك تقدر تتحكم فيها. ثم بيئة المدينة وهذه أشياء اللي هو الفاسيليتيز وهذه، وإن شاء الله نيوم يكون أحد الأشياء اللي فيها بيئات صحية جيدة، يعني أماكن للرياضة، أماكن للترفيه، أماكن للمشي، في كل حي يكون في منطقة معينة، هنا قد ننجح بهذه الطريقة. تحكمنا في البيئة وتحكمنا في القوانين التشريعية اللي تحمينا غذائيا من مطاعم وما إلى ذلك وسعرات حرارية وما إلى ذلك، قد ننجح. صحيح أن النسبة ما هي عالية، بس على الأقل في عوامل أخرى للنجاح. إذا ما سوينا هذا الشيء 100% حنكون من 90% اللي ما ينجحون. ثم يليها الخيارات الأخرى اللي تكلمنا عليها.
طيب الخيارات تبعت العمليات دكتور، يعني انا كنت اتوقع انك بتكمل الاجابه قبل بس لعلنا احنا اشغلناك شوي. الخيارات، لا الخيارات اللي حدد لي انا الآن مثلا دكتور، يعني بعيد الشر طبعا، بعيد الشر، تخيل انه انا سمين بديل، عندي حلول اكثر من حل، عندي تكميم، عندي تحويل مسار، بالون، قص، او ذكرني اذا انا نسيت او سهيت عن بعض العمليات. ايوه قص. من اللي حددها؟ نعم. بناء على ماذا؟ نعم، خياراتك اخوي علي كما يلي واخت علا. الخيار انت بتجلس مع المريض والطبيب، وهذه مهمه جدا، لان احنا حتى في الطب احنا بيننا احنا كاطباء نقول لا يجب ان يكون الطبيب فقط مكمم او الطبيب فقط يعمل ربط او الطبيب، وللاسف انه هذه منتشره الان انه بعض الاطباء مركز على زاويه معينه، ولكن من حقي انا كطبيب ومن حق المريض علي انه يجيني المريض اعطيه الخيارات. بعطيه مثلا كتدرج، انت عندك الربط، والربط انا اقوله للناس اللي يسمعونا الان ما عاد يستخدم ولا عاد ينصح فيه لنتائجه، ثم يليها التكميم. الان في الوطن العربي 90% من الناس بيسووا تكميم، سواء مريض رغبه مريض او رغبه طبيب، كلهم متحدين. التكميم هو لا نفسه. تكميم اللي هو قص المعده. اللي هو قص المعده. اوكي. هذا الان هو الاكثر انتشارا في امريكا. خلينا نقول قبل سنتين كان اعلى العمليات نسبه هو التحوير بنسبه حوالي 40%، الان اكثر من 60% في الولايات المتحده الامريكيه بيسوون تكميم او قص المعده نفس الاسم. طيب فاذا المرحله القص نعم القص المعده هو الخيار الاكثر شيوعا. نجي للبالون. وانا اقول للمرضانا انت عندك 10 كيلو، عندك 15 كيلو، عندك 20 كيلو، لسه ما وصلت الى مرحله ان نسوي لك تكميم او صحيح. انك تصل لمرحله انك ممكن يعمل لك قص معده. اذا ايش خياراتك؟ حميه اوكي ما نجحت فيها، ايش نسوي لك؟ في بالون إيه؟ وفي بوتوكس، وهذه من الاشياء اللي صارت حديثا نحقن بوتوكس جوا المعده بالمنظار. وفي ما يسمى بالكرمشه المعده، انا سميتها كرمشه المعده. الله يفتح عليك. حديثا وانتشرت بهذا الاسم. هذا أيوة. التقنيه الاخيره انا قاعد اتابعك في الايام الاخيره دكتور ما شاء الله تبارك الله عليك. الكرمشه صايره مفجر الدنيا، وش سالفتها؟ بالضبط هذه الكرمشه. طيب خلينا ناخذ البالون، البالون مين ينصح فيه؟ عندك 10 15 كيلو ممكن يكون خيارك. طيب ولكن اثنين حاجتين عن البالون لازم تعرفها. الاسبوع الاول لاي بالون مزعج جدا، مغص والم وغثيان وهذا ما الى ذلك، فيجب ان يمر هذا الاسبوع بسلام لانه فعلا مزعج. طيب وبعدين بالون يعني؟ في بالون هي لانه المعده تبغى تطلعه. ايوه البالون نحطه بالمعده ندخله في بالون تبلعونه زي كبسوله كذا وانت في العياده كذا تبلعه بيروح في المعده، بعد 4 شهور بيروح بنفسه بيطلع. هذا بينزل لك 10 12 كيلو، بس المشكله ان الاسبوع الاول مزعج جدا، الم ومغص زي ما قلنا. فاذا تجاوزته طيب بعد 4 شهور طلع بنفسه في البيت وانت ما في داعي، بيطلع بنفسه. طيب ال10 كيلو ممكن يرجعون، ممكن يرجعون، هي كانها حميه 4 شهور. فبالتالي البالون يصلح لمين؟ شخص يقول انا بستخدم ال4 شهور هذه اغير كل بيئتي، كل الاشياء اللي تكلمنا عليها، وبعدين يعني اواصل المشوار، بعدين اواصل المشوار، هذا ممكن ينجح. نجي بعدها الكرمشه. الكرمشه هي خيار افضل من البالون. بالضبط، خيار افضل. ايش هي بالضبط؟ ندخل من الفم بمنظار عادي، منظار معده التشخيصي، طبعا المريض يكون نايم، وبنخيط المعده من جوا، وبنصغرها بنسبه 50%. وبالتالي بيطلع المريض. طيب ما ابغى الناس يتوقعون انه خلاص هي الحل السحري، ولكن هي حل 100% افضل من البالون. طب ما لها سايد، ولكن إكس؟ لن تعطيك الوزن. تخيط المعده. نعم؟ يعني ما لها سايد افكتس، اثار سلبيه. أضرار. ممتاز، سايد افكت. نعم لها. شوفي علا، نعم كل شيء في الحياه ممكن تظهر له اضرار، ولكن ليست اضرار جسيمه. بنتكلم عليها مثلا انا اخذتها لمده مثلا طبعا ياخذون تقريبا ساعه، فيها اقل ناخذ فيها ساعه، والمريض بيطلع ممكن نفس اليوم او بكره، وعنده غثيان ترجيع اقل من البالون، بس انه على عياده معدته مخيطه فبيحس فيها بالم، يحس فيها بغثيان، يومين ثلاثه وتروح، وهي لازم على برنامج معين. طيب بعد كذا الفتره القادمه ينزل منه تقريبا 15 كيلو، هذا المعدل. في ناس نزلوا عندنا 25 30، لكن ما ابغى الناس يعتقدون الارقام العليا. دائما يقول لي يا دكتور انا سمعت فلان نزل 20 25، اقول له صحيح هذا مريضنا نزل كذا، لكن انا ما بعطيك اعلى رقم، انا اقول لك المعدل هو 15 كيلو. صحيح. اعطيك الرقم المعدل، المعدل للناس 15 كيلو، فاذا وزنك عالي كثير لا تتوقع انه ينزل بشكل كبير جدا. وبالتالي التكميم ما زال هو القص او القص المعده هو الافضل، انما الكرمشه بتعطيك نزول جيد، ويجب المحافظه على الوزن اللي بتفقده. نزلت 15 كيلو، هل ممكن يرجع بعدين؟
50% عليك بالنسبة للمحافظة على و50% على العملية. العملية بالضبط، يعني أنا المعدة صغرناها بـ50 فالـ50 اللي مفتوح عليك والـ50 المصغر على العملية، وبالتالي هي ليست حل جذري. إذا غير رأيه وبده يرجع ممتاز، أيوة هذا نقطة بفك الطب. لا ممكن أنت تجي إذا تبغى نجي ونفك لك إياها، هي ممكن تفكها نفس المنظار وتدخل وتفكها، بس معظم الناس يقول لك لا أنا بحافظ عليها إن شاء الله ويحاول يحافظ عليها على المدى البعيد. الله يحفظ لك صحتك وعمرك، وشكرا لموسوعتك ما شاء الله الثقافية الطبية الصحية. ضيفنا من جدة دكتور عايض القحطاني أستاذ السمنة والمناظير في جامعة الملك سعود، نحبك لكن إن شاء الله ما نحتاجك في هالمواضيع. شكرا لك يا دكتور. حبيبي 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 علي وعلا، شكرا لكم. الله يسعدك.